طيب اذا هذا احد التطبيقات الصناعيه عندنا شيء اسمه كوردينيت ميجرينج ماشين. كوردينيت ميجرينج ماشين احنا بحاجه بالصناعه لكوردينيت ميجر ماشينز لسببين رئيسيين. في اسباب ثانيه طبعا صارت بس في تقريبا تطبيقين رئيسيين. التطبيق الاول في الكوردينيت ميجر ماشين عندي جسم والجسم هذا انا بدي اقيس الدايمنشنز تبعته اتاكد انه الدايمنشنز صحيحه. هلا هذه مش عمليه سهله اني اخذ كل الدايمنشنز خصوصا الدايمنشنز الدقيقه اللي موجوده على سطح الجسم. فاحد الاجهزه الموجوده اسمها كوردينيت ميجرينج ماشينز منتشره جدا بالصناعه. بكون عندي جسم، نفترض انا صنعت جسم وبدي اتاكد انه هذا الجسم الدايمنشنز تبعته زي ما كانت في المخطط. هذه بنسميها كواليتي كنترول. اذا بدي اعمل كواليتي كنترول صنعت الجسم وقبل ما اطلع الجسم بدي اقيس اتاكد. ان هذا اول تطبيق، احد التطبيقات الاولى تبعت كوردينيت ميجرينج ماشينز اني اعمل كواليتي كنترول. السبب الثاني او التطبيق الثاني هو ريفرس انجينيرنج. اجتني قطعه ما عندي مخططات لها وبدي اصنعها، شو بدي اعملها؟ كاد موديل. بدي اعملها كاد موديل لهاي. ولذلك بتشوفوا الان في هلا صار كمان تطبيق جديد بيشبه هذا التطبيق. عندي زي كاميرا ممسوكه بالايد، بتنمسك بالايد كاميرا وبتاخذ صور مختلفه لمقاطع مختلفه من وجه شخص. شفتوها مع 3 دي برينترز الان صارت موجوده كثير. بيجي الجهاز ايمج بروسينج بصير انا اسلط صور كثيره على وجه شخص مثلا او ايد او شيء، وهي الصور كلها بتتجمع بصير عندي كاد موديل داخل البي سي لهذا الجسم. موجود الان في 3 دي برينترز. لو انت اخذت لواحد عنده 3 دي برينتر بدك اياه يبني جسم، بتقول له هي الجسم اللي بدي ابنيه. قبل ما يقدر يعمله في 3 دي برينتر شو بده يطلع له؟ كاد موديل. هاي اسمها ريفرس انجينيرنج. يعني عندي قطعه ما عنديش المخططات تبعتها، بدي اعملها مخططات. التطبيق الثالث هذا جديد صار. لو عندي انا قطعه فنيه بعرفش تمثال او شيء مزخرف او شيء وله نتوءات هذا بامكاني اعمل له شيء اسمه فيرتشوال جاليري. بدل ما احط صورته ما بتعطيني الصوره الحقيقيه له. هذا الجسم باخذ كل الابعاد تبعته بتحطه على النت وبعدين بصير في عندك تقدر تعمل له روتيت وتكبره وتعمل له زوم، تقدر تدخل على كل الهاي. هاي صار اسمها فيرتشوال جاليري. هذول احد ثلاث تطبيقات للسي ام ام. اذا بتطلع هون هذا فيو عام للسي ام ام، هذا المارك 1 اول واحد انبنى. في عندنا هون تيرن تيبل، هذه اسمها بريسايز تيرن تيبل، بريسيجن تيرن تيبل. بتلف عندي هون 0.1 اوف ديجري، ف 360 درجه فيها ل 3600 بوزيشن. فبكاني احط عليها الاوبجكت وتلف لي الاوبجكت هذا ب 3600 بوزيشن. فالريزولوشن تبعتها 0.1، هي ريزولوشن كمان، ريزولوشن تبعتها 0.1 اوف ديجري. فبكاني الف هذا ففي عندي 3600 بوزيشن ممكن اجيبه لهذا الجسم حتى اخذ التفاصيل المختلفه. عندنا هون هذا الفيرتشوال اكتويتر، وفي اللي تطوروا بعدين صار في كمان هوريزونتال اكتويتر. هذا الاكتويتر هو باور سكرو. هون في عندنا باور سكرو والبيتش تبعه هو 0.5 ملليمتر بير ريفولوشن. 0.5 ملليمتر يعني لما يلف السكرو لفه كامله راح يمشي معي هذا 0.5 ملليمتر. عليه مركب هون الليزر، الليزر سنسر بيشبه اللي معكم، واحد من اللي معكم بس متطور اكثر منه اللي هو 70 اظن LDR70. طبعا هذا هلا بصير يطلع وينزل، بس ينطلع وينزله حسب الريزولوشن المطلوبه. وهون في ستيبر موتور، هلا بنشوف صوره الستيبر موتور اللي بتحكم فيه. وهون في عندي درايفر، هذا الدرايفر للستيبر موتور اللي شايفينه تحت. هون هو الدرايفر، وهذا الدرايفر فيه له يو اس بي انترفيس مع مع البي سي. كمان في يو اس بي انترفيس بيجي من التيرن تيبل، ويو اس بي انترفيس بيجي من الليزر. عندنا 3 يو اس بي انترفيسز. إذا بنطلع بتفصيل أكثر على بعض الصور. دكتور وين موجود هذا؟ ها موجود عندي في مكتبي. هسا مكتبك كان مشاريع صح؟ دخلته في مكتبي. ما هو زعل خالد مسكين، زعل مين؟ وين خالد؟ خالد زعل على صديقه بلال رباع بعد ما تعب عليه، قال لي هيك مرمي المشروع. فأنا والله انخزيت لما حكى لي هيك، رحت جبته وحطيته عندي في المكتب. هلا هون اللي إجوا بعدين وجدنا إنه حتى أجيب تصوير أحسن للأوبجيكت بدل ما بس اتحرك بهذا الاتجاه والف الاوبجكت، بتحرك زد واكس امام الاوبجكت وبعدين بصير الف الاوبجكت. فصار عندنا يعني قدره اكثر انه اجيب تفاصيل اكثر من هذا الجسم. فاذا بتطلع هون عندي هاي 2 ديجري اوف فريدم. صار هذا في ديجري اوف فريدم اجت. هذول متماثلين. هاي كمان ذكاء الشركه اللي بتصنع. هاي الشركه في ليثوانيا اظن كانت اللي شرينا منهم هذول. الشركه ما صنعت هاد لينير اكتويتر وصنعت واحد ثاني 2 ديجري. هو نفسه هذا اللينير اكتويتر هو نفسها نفس القطعه ونفس الرقم، بس ايش ركبنا بينهم؟ زاويه. والزاويه هم بيبيعوها، هم بيعطوك زاويه مناسبه. فالزاويه هي هاي القطعه، ولا شايفين هذا كيف مخزق من هون ومعمول له ثريدنج مسنن، فتقدر تركبه زي ما بدك.
فاذا شريت الزاويه هاي وشريت تلين من هذول 2 degrees of freedom صار عندي هذول هيك اعطوني بهذا الشكل، فصار عندي واحد بتحرك هيك هاي الاكس والزد بتحرك وهذا بتحرك على التالي. فهذا عباره عن باور سكرو، هذا عباره عن باور سكرو. اذا بتشوفوا هون ايش هذا اللي هون؟ ستيبر موتور. ستيبر موتور اللي 200 pulses per revolution يعني 1.8 degrees. في عندي هون طبعا ممكن اعمل شويه ادجستمنت. هلا هون الليزر راح يتثبت بحيث يكون مواجه الجسم اللي بركبه على التيرن تيبل، وهي الموتور الثاني اللي بتحكم به. لاحظوا هلا هون لما نيجي نحسب الانيرشا، متذكرين الانيرشا؟ هذا الكارج بده يحمل كل هذه حركه. لما نيجي نعمل حسابات بالاكسلريشن، هذا اللي موجود هون مع البراكت تبعه مع كل الاشياء الثانيه، هذا المحرك بده يحملهم. هذا المحرك بس بده يرفع وينزل الليزر سنسر. ففي واحد منهم بده يحط عليه انيرشا اكبر من الثاني، بس ما فيش عليه اوت اوف بالانس، هذا ما عليه اوت اوف بالانس. هذا لو تركته ما راح يسحب، ما فيش شيء ام جي يقاومها من هون، بس هذا بده يرفع الام جي تبع الليزر سنسر اللي معكم، الثاني اكبر اذا بتيجوا بتشوفوه في المختبر. هاي الزاوية واضحة بشكل أوضح، إذا قربت هون بتشوف الزاوية بشكل أوضح، هاي قطعة الزاوية، ونفس الشيء مخزقة من هون بنفس البيتش أو بنفس الترتيب اللي موجود هاي، فهي مناسب ممكن تنشد في أي مكان. في هون لينير بيرنج. اللينير بيرنج عشان يتحرك، الكل عارف شو اللينير بيرنج؟ بيكون في جلول زي جلول محطوطين بقدر يتحرك فيها فبتخفف من الفريكشن. هاي المحرك، هاي الستيبر موتور، واضح الستيبر موتور، شايفين هذا الستيبر موتور كمان بيجي جاهز مع الدرايفر تبعه. وهون حتى تقدر تحركه اذا بدك تحركه شوي بايدك تاخذ فكره عنه، بس هو طبعا التورك تبعه قليل قليل جدا، يعني هذا لسه اقل بكثير من اللي كنا نطلع عليهم هون، يعني بده يكون بال 0.1 نيوتن متر او شيء زي هيك. هلا بنشوف اذا الداتا شيت موجوده بنفتحها. هذول الابلكيشنز كلهم بالملي، كلهم صغار، هذول كلهم صغار. هون هذا هون انا هدفي، يعني هون انا شو مشكلتي الرئيسيه؟ مشكلتي الرئيسيه مش التورك، مشكلتي الرئيسيه هي ريزولوشن. ريزولوشن وهذا راح ياثر على شكل الجسم النهائي، شكل الصوره النهائيه لما بطلعها. طبعا هلا هذا صار مقارنه بهدول اللي حكيت لكم عنهم الكاميرات، طبعا هذا صار قديم جدا. الكاميرات هلا هاي انا شفت احد تطبيقات الكاميرات، لو شخص بدنا نركب له شيء اصطناعي، عارفين اللي بعلوم التاهيل، مش بيعملوا واحد لا سمح الله اجره مثلا مقطوعه ومبين طرف الاجر اللي مقطوعه من هون، هاي شكلها حتى تكون مريحه له، لازم اخذ بالضبط الابعاد تبعتها حتى اقدر اعمل له شيء مناسب لاجره. فشو بيعملوا؟ في جهاز خصوصي بيجي عليه كاميرا وعليه بضل يسلطها على الستامب بنسميها بالانجليزي ستامب، الجذع يعني بالنهايه بيطلعوا كاد موديل للمكان هذا اللي مقطوع، فبيعرف بالضبط الدايمنشنز تبعته، فلما بصنع له القطعه المناسبه من جبصين او شيء بصنعها بحيث انها تكون مريحه جدا، لانه هذا بده يقعد عليها طول النهار يمشي عليها، مش انها شغله دقيقه او دقيقتين، فبتطلع مريحه بالضبط وبتيجي بتركب تماما كانها مناسبه. بتنفع للشوز كمان. نعم للشوز. والشوز للاحذيه. شيء هيك صناعة الأحذية. تمام، حتى في محلات الملابس، هلا في بعض محلات ملابس متقدمة بدخل الإنسان بيعمل هذا وبعدين بفصلوا له ملابس خاصة أو شيء زي هيك على. هي هون الفيرتيكال، هذا الفيرتيكال ستيبر موتور. هي في ليميت سويتش كمان هون، عشان برضو إحنا لما بوصل نهاية الخط ما بدي أركن على الشخص إنه هو يوقف المحرك، لازم تيجيني إشارة إنه هذا وصل. شايفين المايكرو سويتش الصغير؟ لما يضرب فيه راح يعطيني اون اوف بس، والاون اوف راح اعطي اشاره للكنترولر انه انتهيت وصلت نهايه الخط. وهي مايكرو سويتش على الجهه الثانيه، هي مبينه اللينير بيرنج هون. المشكله السكرو حاولت اصوره مش راح يبين معكم، السكرو موجود هون. البيتش تبعته 0.5 ملم بير ريفولوشن. لما بقسمها على 200، ليش بقسمها على 200؟ عشان بلس، ما هو 200 بلس. اذا تمام، اذا لما لو لف المحرك لفه كامله قديش راح يتحرك هذا الى الامام؟ 0.5 ملم. اذا لو لف درجه واحده قديش رح تتحرك هذا للامام؟ 0.5 على 200. تمام، اذا الريزولوشن تبعت هذا اللينير اكتويتر هي 0.5 ملم على 200 ستيبس، مضبوط، اللي هي بتطلع 2.5 مايكرومتر. سي ام ام كوردينيت ميجرينج ماشين. سي ام ام كوردينيت ميجرينج ماشين. في اشياء جاهزه، في هلا كثير اشياء صارت فري بتنزل على النت. ديفيد اظن في سوفت وير اسمه ديفيد، تعطيه انت كل البوينتس اللي اخذتها هو بجمعها وبيعملها مش،
ولما يعملها مش بيعملها شيء اسمه ريندرينج. بتعرفوا شو الريندرينج؟ بعطيها ظلال فبتبينها رياليستيك. هلا بتشوفوا هم مثال على بعض ريزلتس موجوده. هلا والله هي مبين، هي هون مبين، انا كنت كنتش مبين معي. هي شايفين هي سكرو، شايفين المسننات تبعته. هي الليزر سنسر، هذا زي اللي معكم بس اكبر، اللي مكتوب اللي عندكم ايش مكتوب عليه؟ ال دي اس، مش هيك؟ ال دي اس ايش؟ ليزر ديستانس سنسر. ايش مكتوب عليه الرقم اللي بعد ال دي اس اللي معاه الاصفر؟ 60 على 200. 60 اظن، هذا 70 يمكن. ال دي اس هذا 2000. هاي اللي سألني، مين اللي سأل عن الجيرز المرة الماضية؟ احنا هون حكينا عن الجيرز ولا مش في هاي المادة؟ لا. اوكي، هذا هون ورم جير اللي هو تبع التيرن تيبل حكينا. هذا هاي الورم، هاي الكرام. فهون ون ستيشن عم بجيب الهاي، هذا عمال بتحرك بهذا الشكل فبتلف التيرن تيبل كلها، برفع التورك وبنزل السرعة. هلا بلال لما اشتغل بالفصل الماضي اضطر انه يبني له درايفر، الدرايفر كان في مشكله فيه فبنى درايفر جديد. هلا فرجيكم اياه، فور فيزز، هي الدرايفر اللي بناه. ففي منه خطين، طبعا في خط بيطلع بروح على المحرك، اظن انه هذا الخط، وهذا خط بروح على اليو اس بي حتى يبعث المعلومات لل. بتلاحظوا هون كم ترانزستور عندنا؟ أربعة. في أربعة فيزز، فالمحرك هذا مشبوك بهاي الطريقة، هم باي بولر يونيفايلر، وهدول مشبوكين، هاي الكومن تبعهم، وكل واحد من الفتس الموسفتس اللي موجودة تنشبك مع الفي سي سي من هون. هذا يونيبولر صح؟ هذا يونيبولر. أنا حكيت يونيبولر ولا باي بولر؟ حكيت باي بولر. يونيبولر يونيفايلر، هاي هون الأربعة فتس. الفت هذا اسمه IRF540 أظن اللي استخدمه، MOSFET 540. التحكم فيه سهل والكرنت بشكل له. هاي البيك، هاي الماكس 32. ليش الماكس 232 عفوا؟ الماكس 232 عشان تعمل انترفيس على السيريال بورت، وأظن استخدم USB to serial أو شيء انترفيس بس. وهون في دايودز، الدايودز هاي بارلل محطوطة مع الفت. هاي واضحة هون بشكل أوضح الأربعة ترانزستورز. أنا نطلع على بعض الريزلتس، أو خلينا نشوفه إذا بيشتغل معنا هون. شوف هذا الفيديو، هذا أحد الفيديوز. هاي عندنا الأوبجكت هون محطوط، الريزولوشن بعرفش ليش واطي هون، ممكن العملية مسرعة نفسها، ممكن كان التصوير نفسه مش عارف ايش اللي هذا. هي هون هذا اذا بتطلعوا عليه في عليه شكل بقره من الامام، شايفين وجه البقره من هون. فهذا تشالنجينج. طبعا في اشياء احسن من هيك عملوها كمان، اشياء معقده كانت طلعت كل تفاصيلها بشكل مرتب. بعدين عندنا هون هي الشكل العام، هذا كان هي اللينير اكتويتر. هذه اظن هاي كانت بس الانترفيس بالمرحله الاولى، لانها ما كانتش يو اس بي، من الليزر سنسر عشان احول من 4 تو 20 ملي امبيرز لفولت، وبعدين ندخل على البيك. هاي الليزر سنسر مركب هون. هذا الصندوق عنده له صندوق بلاستيكي كفر. هذا الدرايفر، الدرايفر حتى هون شوف الترتيب للبروفيشناليزم كمان، شايفين العجل وشايفين البريك اللي على العجل، يعني فيري نايس، طلع فيري نايس ومرتب جدا. هذا هدول مدى مشروعين مع الكاد بي، ومشروع ثالث عمله بلال لحاله بس حسن عليهم. طبعا في فانز صحيح، انا بقول ما بقول انه في شيء فانز، بس انت لو بدك تصمم اليوم، لو انت في العالم الواقعي اليوم وخرجت كمهندس هيك بتشتغل، يعني ما بتعيد اختراع العجل. فاهمين علي شو يعني عيد اختراع العجل؟ هذا انت هلا هذا السيستم بكانك تبعته يشتغل كل مره، ولا مره فيش المعنى، ما في مره اجوا يشغلوه في مناقشه او برزنتيشن وخرب. هلا مش انه احنا ما بنعرف نصمم هيك، بس احنا ما معنا الوقت، وانت هدفك في النهايه توصل وتعطي ريزلت، يوصل معك يصير ريزلت. هذا احد الباور سبلايز. هلا هي الريزلتس بتطلع هون، هاي نقاط على وجه الجسم، ولذلك هي اكس واي وزد. هي كل اللي بيطلع لي السنسر، السنسر بصير يعطيني في كل لحظه بقرا منه، بيعطيني احداثيات على وجه الجسم. كل نقطه من هاي النقاط هي فاليد بوينت على سطح الجسم بترانسفورميشن او باكس واي زد
دومين. فلو اخذنا كل النقاط هذول، هلا هذول مكانك في هذا بنسميه المش او الكلاود بسموه البوينت كلاود، يعني هو عباره عن مجموعه نقاط ما مشبوك بينها شيء. هلا المشينج قول هذا علم، علم كامل كيف اعمل مشين، كيف اشبك بينهم. بيستعملوا تراينجلر، باخذوا اقرب ثلاث نقاط على بعض وبرسموا بينهم مثلث. فلذلك لما تتطلع الان على هذا مش مبين مظبوط الارنب هون، بس هون هو معمول مثلثات، مثلثات صغيره معمول. هلا لساها بوينت كلاود، هلا بعدين بنعمل لها ريندرينج. فهلا هذا السوفت وير جاهز موجود، في سوفت وير جاهز بتعطيها البوينت كلاود وهي بتعمل ميشنج وبتشبك بينهم، بتشبك بين الاشكال المختلفه. كيف نحول السيجنال جاي من السنسر عشان ناخذ على مثلا 3 بوينتس؟ لا هلا هو الليزر سنسر ببعث لك بعطيك 3 بوينتس، بعطيك لا بعطيكش 3 بوينتس صح. شوفوا سؤالي كويس اللي بيسالوا ايهاب، كيف انا بدي اطلع 3 بوينتس؟ هلا 3 بوينتس هذول كل واحد راح يجيني من جهاز، مش عندي اكس وعندي زد وبعدين عندي الليزر مظبوط. على فكره هذا كم ديجري اوف فريدم فيه؟ 1 2 3 وفي التيرن تيبل 4. هذا اللي هون على فكره هذا تلسكوبيك الليزر، اخذته مين ماخذ روبوتكس؟ اسمه تلسكوبيك مظبوط، ما وصلته. اوكي اوكي، هذا عليه خلاف كثير لهذا، كان في مناقشه في مناقشه مشروع التخرج. هذا اللي هون الليزر كان ممكن يكون هو زي انتين مظبوط، مش كان ممكن يكون زي انتين اطلعه واضربه في سطح الجسم؟ فهو رغم انه هو ليزر بس هو ديجري اوف فريدم، كمان بعطيني ديجري اوف فريدم. هلا هذول بدك تجمعهم من الاشياء اللي انت حطيتها. الليزر راح يعطيك واحد منهم بس، راح يعطيك كمان واحد التيرن تيبل اللي انت لفيتها، وكمان راح يجي اثنين كمان راح يجوك من الاكس والواي. هذول بدك تجمعهم، هذا السوفت وير هم عاملينه. في ترانسفورميشنز بتصير، مش اخذتوا ترانسفورميشن اوف كوردينيت سيستمز؟ اخذتوا شيء زي هيك؟ ما اخذتوا لما بعمل روتيشن للكوردينيت سيستم؟ اذا عملت روتيشن لكل الكوردينيت سيستم باي 3 ديجريز، او حتى في ماتريكس بقدر اعملها في اكس واي وزد، اعمل كومبليت ترانسفورميشن للكوردينيت سيستم، في عندي ترانسفورميشن ماتريكس بقدر استعملها. هاي تيرم تيبل بريسيجن تيرم تيبل ال تي 360، وهذا هيك. هلا انا في عندي دوكيمنت اظن بنزلكم اياها موجوده هون، هيها هاي الدوكيمنت مشروح فيها بتفصيل اكثر عن المشروع والكود اللي انكتب، فكرة الكود اللي انكتب وبعدين تجميعه. حتى في عندنا كمان بعض results من الشغل اللي هم اشتغلوا.